السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناة مستر تك. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي تطول سلك الراوتر بطريقة صحيحة، وهي أسهل طريقة لتطويل السلك بدون أي لحمات. بس قبل أي حاجة طبعا ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه مشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. في أكتر من طريقة لتطويل سلك الراوتر. ده سلك الراوتر اللي هو طبعا السلك الرئيسي اللي جاي من الشارع. احنا هنا موصلينه مباشر وبدون اسبليتر في فتحة الدي اس ال. كتير مننا طبعا موصل الراوتر في اوضة، يعني بتبقى طبعا الاوضة اللي هي قريبة من الشارع او البلكونة او الشباك، وطبعا ما بت يعني الاشارة بتبقاش واصلة لبقية الشقة، او محتاج انك تنقل الراوتر مثلا في الصالة علشان يغذي الشقة كلها، أو تنقله مثلا في شقة ثانية، أو يعني المجمل محتاج إنك تغير مكان الراوتر وعايز تطول السلك بتاعه، أو أيا كان السبب أنت محتاج تطول سلك الراوتر عشان تنقله في أي مكان تاني أبعد. ده طبعا السلك اللي جاي من الشارع. هو هنا طبعا سلك متقرش، انا هشرح لك ازاي تطول السلك المتقرش وازاي تطول السلك اللي بيجي في روزيت. ده السلك اللي متقرش تطويله بتبقى بطريقة من اتنين، اما انك تيجي هنا مثلا وتقص السلك وتوصل بشكرتون سلك تاني طويل، يعني هتقص من هنا وهتوصل سلك تاني طويل بالطول اللي انت عايزه، بحيث ان انت ما تبوظش الارجيه. دي طريقه. الطريقه التانية ان انت تشيل الارجيه، بس طبعا تكون انت بتعرف تقرج، تشيل الارجيه ده خالص وتلحم السلك هنا وتطول الطول اللي انت عايزه، وفي الاخر تقوم مقرج السلك مره تانية. الطريقه دي صعبه، والطريقتين فيهم لحمات، وانا ما انصحكش باي لحمات في السلك، لان دي اول حاجه بتبوظ الاشاره. طيب انا في الحاله دي هعمل ايه؟ الطريقه سهله وبسيطه جدا جدا جدا. كل اللي عليك انك هتجيب كرتونه بتاعه الراوتر. انا هخليك توصل بدون اي لحمات وبدون حتى ما تقرج السلك اللي انت هتجيبه. ده السبليتر اللي كتير منا مش موصله علشان ما عندوش عده تليفون. احنا هنا عندنا فتحه اسمها اللاين، دي هنوصل فيها السلك اللي هو جاي من الشارع، اللي هو السلك الرئيسي بتاعنا. واحنا طبعا كنا شرحنا قبل كده في فيديو ازاي نوصل السبليتر في طريقة تركيب الراوتر. بالنسبة للسلك ده، هو السلك الحرارة اللي جاي مع الراوتر. ممكن نستعمل السلك ده او ممكن نستعمل سلك اطول. السلك ده بتباع عند بتاع الادوات الكهربائية او الادوات الالكترونية، بيكون لحد 50 متر تقريبا. بتجيب الطول المناسب ليك ايا كان، هو بيبقى متقرش جاهز من الناحيتين. هتوصل ناحية في المودم او في الدي اس ال، هتوصل ناحية في الدي اس ال او المودم لو هو مكتوب عندك كلمة مودم، زي مثلا السبليتر ده هنا مرسوم الكمبيوتر ومكتوب كلمة مودم. هتوصل في الدي اس ال ايا كان اسم الفتحة، وهتوصل الطرف الثاني في الراوتر بتاعه بالطريقة دي. دي كده اول طريقة لو انت مقرج السلك. الطريقة الثانية بقى، وهي طريقة الروزيتا لو انت موصل روزيتا، ودي طريقة سهلة جدا جدا جدا. في الغالب يعني اللي ما بيعرفش يقرش السلك بيجيب روزيتا زي دي. كنا شرحنا في احد الفيديوهات بتاعتنا ازاي توصل الروزيتا. كل اللي عليك انك هتغير السلك ده. ده بيبقى عبارة عن سلك واصل بفتحة الروزيتا من ناحية، ومن الناحية التانية واصل بفتحة الراوتر اللي هي فتحة الدي اس ال. بنشيل السلك من الناحيتين الطريقة ديت، وبنجيب السلك بتاعنا ايا كان طوله. طبعا احنا قلنا قبل كده ان السلك ده موجود من متر لحد 50 متر، الطول اللي انت عايزه
بيتباع عند بتاع الأدوات الكهربائية أو الإلكترونية، وبيكون متقرج من ناحيتين، بتوصل طرف هنا فتحة الروزيتا والطرف التاني بفتحة الدي اس ال في الراوتر، وهما دول أفضل طريقتين وأسهل طريقتين لتطويل السلك. وما أنصحكش إنك تلحم أسلاك. لحام الأسلاك إيه مشكلته؟ إن هو مشكلته بعد كده إن هو اللحام نفسه بيفك والسلك من جوه بيأكسد، فعايز من حضرتك كل فترة إنك لازم تفكه وتنظف السلك كويس وتلحمه مرة تانية كويس جدا. لو حضرتك هتعمل كده مفيش مشكلة، الحم زي ما انت عايز. اما لو عايز تريح دماغك، يا اما هتستعمل الروزيتا وتطول بالطريقة ديت، يا اما هتستعمل الار جي وتطول بالطريقة بتاعت الاسبليتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وطبعا اي سؤال سيبهولي اسفل الفيديو في التعليقات، سواء هنا في صفحتنا على اليوتيوب او على الفيسبوك وسبورت. وشكرا لمتابعتكم.